اللي بيحصل من بعض الأجهزة اللي مسؤولة عن بيسموها رقابة على الأسواق. فده أحد مظاهر الفساد، ليس الفساد فقط في إن هو الرشوة، وليس الفساد فقط في إن هو بيبقى فيه اللي هو تبييض الأموال أو اللي هو بيسموه غسيل الأموال، إنما هناك فساد أكثر إضرار، لأنه بيصل للمواطن العادي اللي هو خراب الزمم من بعض اللي هم الموظفين اللي بينتهي قراراتهم اللي هي بتبقى متعمدة إلى المساس بمحدود الدخل. وهنا دي ساعات هنا دي الخطورة. يعني مثلا لو جه واحد إدى الواحد حق غير حقه، ارتفع بها الأسعار، مش هيتضرر بها محدود الدخل؟ إذا جه واحد مسؤول عن منظومة رقابية وغض البصر عشان يخلي مثلا بواحد بيوزع سلع مدعمة ان هو ما يبقاش فيه كنترول عليه، مش ده برضه فساد؟ ان هو اكتر من فساد اللي هو واحد بياخد رشوة لحاجة بينه وبين التاني. احنا عايزين نقول ايه؟ الفساد يجب ان يقاوم بالمجتمع كله، والفساد ما يتقاومش باجهزة رقابية بس، الفساد يتقاوم اول حاجة ان لازم ان احنا ندرج مفاهيم ان القيم والاخلاقيات مرة اخرى بشكل اكثر مع الاجيال الجديدة، ويجب ان يكون هناك فيما يختص تعريف الناس، لان في ساعات في ناس بيغرر بيهم وان هو بيوصلوا بعد كده بعد ما رجلهم بتيجوا بيتضح ليهم ان هو مارسوا فساد بدون من غير ما يعرفوا. فزي بالظبط مثلا اما نيجي نقول ان في ناس ان هي مجرد ان يقول لك انا ماليش دعوه، كلمه ماليش دعوه دي ممكن تخليه ان هو يسيب سوق، ممكن ان هي تخليه ان هو ياخد قرار يعود على الناس بالسلب، كويس. وفي ناس بتبقى يقول لك انا ماليش دعوه، ويبقى هو عارف المعلومه لو بلغ عنها ان ممكن ان هو يدرأ عن نفسه او عن اسرته. فاحنا عايزين نقول ان احنا ان الناس لازم يبقى المواطن ايجابي. عشان كده احنا دايما بنقول في جهاز حمايه المستهلك ايه؟ ليك حق، بس زي ما بقول لك ليك حق عليك واجب. واجبك ان انت تبقى ان انت متنبه، واجبك ان انت تبقى مشارك، واجبك ان انت تبقى ايجابي. وزي ما قلنا النهارده احنا في منتهى السعاده، لان النهارده كنا عرفنا ان السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور محمود ابو النصر استجاب لخطاب احنا كنا بعتناه، احنا بقالنا 3 سنين بنبعت له، بس كل مره دي بعتنا عن طريق الدكتور خالد حنفي وخطب وزير التربيه والتعليم، ورد عليه قال له احنا فعلا واخدنا بالكلام بتاعنا يعني كجهاز حماية المستهلك، وأدخلنا مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج الأساسية والمراحل التعليمية الأخرى أيضا، وحطوها في المانيوال أو هو اللي هو الدليل بتاع المدرس اللي هو كيفية تدريسها، قالوا له إزاي تدرسها. فده دي بالنسبة لنا دي الناس قد تاخدها إنها حاجة بسيطة، أنا بالنسبة لي دي خطوة يعني جبارة، لأن احنا إذا كنا جرفنا لمدة 30 سنة عن العديد من الأخلاقيات، وإن ابتدت الأسلوب الفهلوة هو اللي يحكم، ما الفهلوة بداية الفساد. ليه؟ لأن الفهلوة دي معناها إن أنت تبقى في آخر الصف وعايز تطلع أول الصف. الفهلوة دي اللي تخليك إن أنت تروح تاخد حاجة مش بتاعتك. والفهلوة هي اللي بتخلي اللي هو اللي واقف يقول لك ما تعملش كده، ان هو ممكن يستجيب لو انت اديت له رشوه، ولا اديت له ان انت مثلا عشان انت حبيبه وصديقه عداك. فاحنا عايزين المجتمع كل واحد ياخد حقه، وكل انسان يبقى ليه واجب وليه حق، والاثنين ما ينفصلوش عن بعض، وهو ده اللي يعمل المجتمع بتاعنا. مش بقى يا حبيبتي يا مصر، ولا نقعد نغني ونضيع في وقتنا، بالعمل وبالسلوكيات. هو ده كلمة انا كلمه بسيطه، كلمه المواطن البسيطه يا فندم، ازاي يقدر يحمي نفسه في كمستهلك ولا كمستهلك؟ انت كمواطن، احنا دايما بنقول ايه؟ احنا عندنا في مصر انت كمستهلك ما تستهونش بتصرفك، لان تصرفك ده هيعود عليك. يعني بمعنى صح لازم يبقى عندك سلوك ترشيدي. النهارده لو في بلاد بره لو واحد عايز يعمل طبق سلطه بيروح يعمل ايه؟ يجيب قطايه وخيارايه وجزرايه مثلا، ويروح مقطعهم وعاملهم طبق سلطه. انت هنا في مصر على حتى لو كان دخلك شكله ايه، بتيجي عايز تعمل طبق سلطه تجيب كيلو وكيلو وكيلو وكيلو، تعمل طبق السلطه بتاعتك وتربي الباقي. طيب انا النهارده لو انا جاي اشتري وراك وما لقيتش،
الراجل البياع هيجي يقول لك الله ده انا ببيع، ده انا بكره ايه ازود السعر، فنيجي احنا بكره احنا الاثنين ناخد بقى اغلى من السعر المفروض ناخد بيه. وما نستهونش ابدا ان اللي انا باخده مش في احتياجي قد ايه هيأثر فيه. عايزين نتعلم سلوكيات بقى، يعني عايزين ان احنا نبص ان الدنيا ما بتمشيش بطريقه اللي هي العشوائيه، لازم كلنا كده نبقى منظمين، نبقى ان احنا واحنا نازلين في السوق يبقى في السوق ان احنا ناخد بس اللي احتياجنا، ولو حسينا ان احنا حاجه زادت خلاص هاخد البديل بتاعها، لانه هما بتزيد وانا لسه بطلبها هيفضل سعرها يطلع لفوق. يعني زي مره كنت في واحد في مداخله، فاحد الساده اللي هو المخدمين البرامج قال لي المشمش بقى ب 20 جنيه. فقلت له يا سيدي في المشمش، بلاش من المشمش، خلينا ناخد حاجه تاني. يعني بلاش ان احنا لما نيجي هو عرض وطلب. يعني احنا كنا بنحارب عايزين ان احنا نسعر الحاجه تاني. قالوا لا ده ضد الدستور، لان هم صدر حكم نهائي ان مفيش تسعيره جبريه. طب ما احنا ممكن ما احنا لما نجتمع كمجتمع مدني، لو الجزار على اللحمه مش هاكل لحم، هيبقى غصب عنه هيخفض الانتاج. عايزين الناس تشترك في جمعيات حمايه المستهلك، لان كل ما انت اشتركت في جمعيه حمايه المستهلك قدرنا ان احنا يبقى لنا تجمعات. الحمد لله احنا لما ابتديت من 3 سنين كان عندي 16 جمعيه اهليه على مستوى الجمهوريه، النهارده عندنا 44 مسجلين، وجات لي كمان 22 طلب بنبحثهم عشان احنا عندنا عايزين نتوسع افقي وعايزين نتوسع راس. فرنسا لما انت جنابك تيجي في حاجه اسمها اللجنه العليا لسياسات حمايه المستهلك، تيجي انت كجمعيه تقول انا عايز اشترك فيها، يقول لك لازم يكون عندك مشترك عندك 10,000 عضو على الاقل. فعشان كده احنا عايزين الكيانات كمان تكبر. كل ما كبرنا اما يجي التاجر يبقى فاهم ان هو ما بيتكلمش بيستفرد بكل مستهلك لوحده. ايه يا فندم ابرز الملفات المطروحه على مكتب حضرتك؟ لا الملف النهارده احنا فتحنا ملف جديد اسمه ملف المستشفيات الحكوميه، وكان السيد رئيس الوزراء تاني يوم في العيد كان مر على مستشفى الدمرداش، وكان سيادته كلمني وقال لي ان هم اشتكوا له ان المنظفات اللي هم بيستخدموها المطهرات ان هي مش غير مطابقه للمواصفات. فاحنا نزلنا وخدنا عينات من هناك وخدنا من اللي هم كانوا بيشتغلوا بيه قبل المجموعه دي ما لهم اللي هي اللي اشتكوا هم منها، وبعتناها لمصلحه الكيمياء اتحللت، مع الاسف ان كل العينات اللي احنا خدناها غير مطابقه للمواصفات، وقالوا كده لا تصلح لاستخدامها في غرف العمليات في اي مستشفى. فده هو ده مش فساد؟ لا اكيد طبعا. كويس، وهو ده اللي احنا بنقوله. فاحنا قلنا يعني للسيد رئيس الوزراء قلنا له احنا هنكمل بقى طالما ان يعني كده ده حته، لان النهارده انا لما انا اروح احمي المريض اللي هو موجود ان ياخد دعايه تاني، طب وانا مش وفرت على الدوله كتير ان هو بدل ما هو يروح ان هو يتعالج ودي علاج، لما نظبط السجاير اللي متهربه اللي على الرصيف لما نظبطها على مش دي يعني من الملفات اللي احنا شغالين فيها اللي هي السلع المأكولة المصدر. امبارح انا كان عندي لقاء مع السيد القنصل الصيني لان احنا بندور على اليات ازاي ان احنا نقفل الحنفيه من مصدرها، بدل ما احنا نقعد ننظف الارض من المياه اللي اتسربت للارض. فاحنا بندور ازاي ان احنا نفعل ما يسمى بالسي اي كيو اللي هو مواصفة المنتجات تبقى مطابقة للمواصفة المصرية عشان ما تجيش حاجة وتترفت هنا او يجي واحد خارب الذمة يعديها. فاحنا يعني بشغالين على كل الاتجاهات من يعني الحاجات. احنا طبعا داخلين موضوع الفروع الجغرافية ده من احد التحديات الكبيرة باذن الله، هنفتح المنيا وانا خلاص او الجهاز. الجهاز احنا الدستور بيقول جميع المواطنين متساويين في حقوق الواجبات، فما ينفعش ان انت تشتغل في القاهره وتسيب اهلك في بره ما ياخدوش نفس المستوى من الخدمه. فاحنا حاطين خطتنا ان احنا باذن الله يعني لو يعني ربنا انا اتمنى ان انا اغطي الجمهوريه كلها، وخصوصا ان احنا ما كانش عندنا فروع خالص، ما فيش خالص. احنا كان عندنا فرع على الاستحياء اللي هو بتاع اللي هو المقر بتاعنا في الشرقية، كان أوضتين أو أوضة وصالة ومدين أوضة تانية للجمعية الأهلية. ما ينفعش لأن احنا عندنا سلطة ضبطية قضائية دلوقتي، احنا بننزل في الشارع، احنا بنشتغل بالوقاية خير من العلاج. احنا طول النهار
يعني مع الحمد لله سوق السيارات ابتدى يبقى فيه انضباط اكثر انضباطا، وهم بعتنا رسائل واضحه جدا لكل اللي هو بيعمل في سوق السيارات ان الجهاز ما بيهزرش. ويعني اعتقد ان شركات على اكبر مستوى اتحولت النيابه لانها لم تلتزم بالقانون، مفيش حد فوق القانون، وهي دي الرساله الوحيده اللي انا اقدر اديها لاي حد بيشتغل في مجال حمايه المستهلك، اوعى تفتكر ان انت فوق القانون. سياده اللواء، حضرتك قلت جوه احنا بنسعى لعمل سوق عربيه مشتركه، اه ايه اللي اخرها لحد دلوقتي؟ لان احنا برضو يعني هناك بعض اللي معظم الدول العربيه مفيش عندنا غير بس عمان اللي هي اللي بتعتمد على منظومه حكوميه، انما الباقي بيعتمد على المنظومه الاهليه. فاحنا بنحاول ان احنا نوائم ما بيننا ايه المتطلبات، ويهبنا في القصه دي ايه ان احنا عايزين نعمل شبكه انذار مبكر بيننا وبين بعضينا. انا على فكره اللي احنا بننشئ دلوقتي ما بين الاجهزه اللي انا قلت عليها جوه اللي هو اللجنه العليا للرقابه على الاسواق شبكه انذار مبكر، اساسها ان اللي عندي لازم الناس تشتغل بيها، وانا لو عرفت معلومه لازم كلهم يعرفوا بيها، عشان بدل ما انا انزل يعني مثلا ما بيجي في الاوكازيونات ينفع ان انا اروح اشتغل واخش محل وابص الاقي جهه رقابيه تانية داخله معايا. فاحنا لازم ان احنا نتعود ثقافه ان احنا كلنا بنكمل بعض، كلنا بنشتغل في بلد بنحبها كلنا اسمها مصر. كم فاهم يا فندم ان شاء الله السنه دي؟ قول يا رب ان احنا يعني احنا طموحاتنا احنا لا بص احنا طموحاتنا كبيره قوي، واحنا نتمنى يعني نتمنى ان احنا نغطيها كلها، وخصوصا بعد الدفع القوي اللي اداها لنا السيد رئيس الوزراء.